هو ما عندوش بزاف ولا طنطا؟ هذا هو بالنسبة لي أنا، ولا تيري. هو تيري تمي جوج منه؟ جوج جوج عين بيضة. كيف منه؟ خذ مني. ايه ضيقوها ضيقوها. هذه نظم هنا ما كاين. ايه قواطن جوا الطاق. ايه نورمال مو. ايه راسك
صابها مرا فيها صوان قالت له ماذا بيا لو كان نصيب راجلك نتزوج بيه قال هو انا نتزوج بيك وبكري راك عارف الزواج يعني حلال ورسول الله عنده شروط الرضا بين الطرفين الصداق والمهر جماعه خيريه طالب يقرا سوره الفاتحه حنا اليوم راه يتزوجوا في الضروري وشاهدوا الرسول
لا طالب لا زمان الله يرضاه يشلك. هاي الطامات طالب يعني نهار اللي عقد عليها ورفدها وهو جا داخل عليها وهي قالت له عينيك راه احمر وتقول راك ضرب كيف. هو قال لها انا لقيتك في المرشي ما كيش عارف الفكوش مدلع كيف اللي لا تعرفي كيف. قالت له نهار اللي تلاقينا انا في روحك ضربة جوج كوارا. قالت له انا في روحي في ذاك اليوم كنت مريقلة جماعة راه مضربين علي الجرة وش علي رفدت يدك معايا وما تكبرتش الله يرفد ابوك شبك النبي رفدوا كاع يديكم معايا صلوا على النبي زيدوا صلوا على رسول الله اللي عطيتني الشفات الله يغفر ذنبك الجماعة راه فيها الخير فيها البركة. وهذا الشيء راه طالب منروح الأمانة ما دامكم رافدين كاع يديكم باغي نقولوا له كلا صح رفدوا كاع يديكم معايا قالوا قولوا جماعة يرفدوا كاع يديهم ادعوا لي ربي الأولى السلام عليكم ثانية ضياف ربي وضيافكم وضياف الجبار الصالحين قولوا رانا داخلين هذه البلاد بتسليم وخارجين بتسليم واللي حضر معانا إن شاء الله عمره يقولوا يا بس قولوا المقبول الله يفجر بيت محتاج الله عمر جيبه وهذا الشيخ راهم كانوا الفيشطة راهم في فيها لا ويسمعوا اليوم الشيخ الميلود بروحه قال لهم روحوا وانا راني نجي الافتتاح اذا انا كملت راني نجي كاين هذا واحد منهم وكاين الحوت راهم برا وراكم في البلاد وراكم خسرتوا في البلاد هذا السيد راه جا من ولايه غليزان هذا غليزاني وعنده يعني من بعد ما يتكلم رفدوا كاع يديكم معايا كاين واحد السيد ما يقبلش منه ربي يا الشيخ شكون هو هو عاقل وادين ما يكونش معانا ربما كان اللي راه جايبين سيفتو تاكل غير في الدلاع ويشربي لها غير في الكازوز الغالي ويحكوا لها في ظهرها ويقول لها يا عمتي عايشة نبغيك خير من أمك وإلا كين كذبتني هاي بنتك تقول الله ينعلك محسوم مرت وتجي تنعلو الله يسلكنا ردوا يديكم معايا صلت معايا صلى في الوالدين وأنا راني باين ندير فات واللي يكره الوالدين إن شاء الله ما يروح من بلاصة وأنا باغي ندير فات زوجي يبخلوني واحد ما عندوش يقولوا لا عمر جيت واحد السيد عاقل الوالدين ما يكونش معانا وراني باغي اللي عنده دراهم قولي راك مضيف علينا الرابحي باغي نعطيك صدقه على العجوز والشباب ما نقولك لا ياسر لا قليله دخل يدك في جيبك وقولي يا شيخ راك واحد المفتاح وانت راني طالب عليك بجاج اللول بالميزان بالطويله غير زوج كلمات باغي نديروها ثاني ونكمل الدوره لان وصلنا هنا القصيده اللي يقول لك الجماعه جيبها هنا جيبها والناس راها مذايقه الناس راها مذايقه هذا الوعد رانا نتلاقاو فيها بينك العود يكتر روح والمكتوب اللي كتبوا لك ربي تديه اللي كاتبه تديه كان لي كولا قاعد دامات هنا في القرية وش لحقق مجاي ديرها على رقبته كان لي راقد كان لي شاف من قبل ودعا لك الخير تنعبدو وإذا حبك ربي المرة تجي قاع خير من تجي طول عرض شهور العود يجي ينهم عدس القط يجي صيد الفرع بعلم تراكار عرف اللي راك مريقل ولا ولات المرأة تكح والعود عايب والقط محروم عرف الله أدرك في نفسك الله يخلص وابك وراك اللي تبغي موت شوف غي كلمة لك عينك اللي يبغي مو والله ما يبخلك الشيء وراك ضيف اللي عنده درام قول يا كش وغلظوا شوية ميادروا ديك ما تاكش سبتوا شوية هادو راهم جايبين وليداتهم يعلموا فيهم راهم جايبين وليدات اصلا راهم جايبين وليداتهم يعلموا فيهم قولوا الله يقرب قولوا الله يسرهم Yeah.
سيالي لما سيالي الحمد لله Yeah, yeah, yeah. Let's go. Yeah.
هيدا 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 بجحن نتنك استخدم مرة كرسة هيدا Magazine in the mission. Magazine in the mission. What is it?